اوزباكستان ضد السعوديه. معكم معلقكم الرياضي روف خليف، وانقل لكم اليوم احداث هذه المباراه. ها هي البدايه اذا. القحطاني، البيشي، الكرة مع العابد، كاريري، القحطاني وصلت إليه، صحيح أن المباراة لا تزال في بدايتها لكن لم نرى أي محاولات إثارة أو خطورة. تسديدة، ارتدت الكرة على العارضة، وهذه هي التسديدة الأولى على المرمى في المباراة من أوزبكستان. شباك الفريقين نظيفة ولم تهتز حتى الآن. يحاول تمريرها عبر الدفاع. لقد حالفه الحظ هذه المرة، وبالطبع أتحدث عن أوزبكستان. القحطاني. السعودية وامتلاك الكرة لكن بدون إمكانية التقدم في منطقة المنافس. أعتقد أن الوقت مناسب الآن لكسر النتيجة الصفرية واختراق الحواجز الدفاعية. القحطاني، الكرة في حوزة العابد، يلعبها بينية أرضية، الكرة ملعوبة إلى البيشي، فرصة إحراز هدف، كان هذا ليصبح هدفا. يبحث عن زميله، قد تكون هذه فرصته. يلعب بينية، تسديدة إلى المرمى، يشير مسنه متسلل. والحارس يلعبها بعيدة عن مرمى. البيشي، القحطاني، الكرة مع العابد، يطلق الحكم مسافرة وانتهى الشوط الأول. إن لم يتلقى أي منهما أهدافا إلى حد الآن، ولا تزال النتيجة 0-0. إنه يتحرك إلى الأمام، يرى الحكم أن التدخل غير قانوني ويقرر احتساب ركلة حرة. ورقة صفراء من حكم المباراة، وإذا اصفرت احمرت. لما يكون مستوى التنظيم سيء بهذا الشكل يتسبب في ارتكاب المخالفة لتجنيب فريقه بوادر العاصفة، وأعتقد أنه لم يملك الخيارات في ذلك. والكرة ملعوبة إلى الأمام، الكرة في حوزة العابد، البيشي، يتوقف.
وغل وحده. والعرضية، وتعاملوا مع العرضية بشكل جيد. ما زلنا في انتظار هدف التقدم وافتتاح المشوار. أوزبكستان إن لم يقم باستخدام البدلاء بعد. الكرة مع العابد القحطاني، البيشي، كاريري، القحطاني، إن لم تتغير النتيجة لا حل سوى اللجوء للوقت الإضافي. القحطاني، البيشي، إنه في الطريق إلى المرمى. حدثت مخالفة ويقرر الحكم احتساب ركلة حرة. وسيسدد إلى المرمى مباشرة. يمر الوقت بسرعة. نقل جيد للكرة لكن الوقت يداهمهم ويجب أن ينقلوا الكرة إلى الأمام بسرعة. كاريري، البيشي، النتيجة لا تزال 0-0 ونحن نلعب في الوقت بدل الضايع. يلعبها توليا، هل يمكنه التسجيل؟ ويحرزون الهدف بطريقة ولا أجمل. قد تكون نهاية المباراة محمومة للغاية. تمثل هذه التسديدات كابوسا مرعبا للحارس دائما. من الواضح أن زملاء الحارس الذين وقفوا أمامه قد حجبوا عنه الرؤية، وكان هناك بعض البطء في التعامل مع التسديدة. لابد من بعض التعاطف تجاه وليد عبد الله. أظن أن هذا التغيير ناجح للغاية. إنهم متقدمون الآن، ولكن هل يمكنهم التماسك في الدقائق ها هي صافرة النهاية. يمكننا اعتبار هذا نصر للمدافعين الذين حافظوا على تركيزهم طوال 90 دقيقة. حسب رأيي أن بعض اللاعبين سيصابون بالإرهاق بعد تلك المباراة. كانت هناك رغبة كبيرة في الفوز وانضباط شديد.